بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى كيفية قراءة فاتورة الكهرباء والغاز، وهذا مخصص لمستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط في ميدان استغلال الطاقة أو التحويل الطاقوي. وارتأينا أن نقسمها إلى ثلاث حلقات، فالحلقة الأولى نخصصها إلى قراءة البيانات والمصطلحات الموجودة في الفاتورة كما هو مقترح في كتاب التلميذ في النشاط الوارد في الصفحة 65 من كتاب الجيل الثاني. وبدون إطالة ما نبدأ مع في هذه الحلقة الأولى مع هذه البيانات. إذن فأخذنا صورة للفاتورة وأخذنا منها فقط الجزء الأول الذي يحتوي على البيانات التي والمصطلحات التي يطلب منا التعرف عليها. إذن ففي هذا النشاط في الجزء الأول يقول قراءة، عنوان النشاط هو قراءة فاتورة الكهرباء والغاز تمعا. إذن لدينا هذا هو الجدول الأول من فاتورة الكهرباء والغاز، يعني قبله يعني ما يعلو هذا الجدول هو البيانات الخاصة الشخصية بالزبون وبالشركة. المهم نبدأ من هذا الجدول، يعني من هنا يبدأ الاستهلاك. إذن ماذا نجد في الجدول؟ السؤال الأول قال: ماذا يمثل الفرق بين الرقمين القديم والجديد المسجلين على العداد؟ أولا يعني أن تكون هناك لديك نظرة تأملية في الجدول. إذن فهنا لدينا مصطلح الاستهلاك، يعني بهذا الجدول فيه البيانات الخاصة بالاستهلاك الطاقوي سواء الكهرباء أو الغاز. إذن هنا نجد التسعيرة طريف أو الفوترة، هنا رقم العداد يعني هذا الرقم التسلسلي للعداد، يعني كل شخص له عداد خاص به، فهذه أرقام ثابتة شخصية لا تتغير. يبقى هنا البيان الجديد هو هذا، مثلا نحن الآن في شهر جانفي، فالرقم هذا يتعلق بالبيان الذي أخذته الشركة في آخر زيارة للمحل. إذن هذا البيان الجديد، ثم هذا البيان القديم يعني الذي قبله بما يقارب 3 أشهر، لأن العملية تتم بشكل فصلي يعني بشكل ثلاثي. إذن فهنا قلنا الرقم الجديد للعداد وهنا الرقم القديم له. إذن ماذا يمثل الفرق بين الرقمين؟ يعني حينما نطرح القديم من الجديد، يعني الرقم السابق من الرقم الحالي، نجد فرقا. مثلا هنا يجد فرق قدره، هاي مكتوبة هنا الفرق، فرق قدره 488. قال السؤال: ماذا يمثل الفرق؟ إذن فهذا الفرق الموجود في السطر الأول يمثل الاستهلاك الذي تم خلال 3 أشهر الأخيرة، يعني ها هو استهلاكك للطاقة الكهربائية في 3 أشهر الأخيرة. السطر الثاني نفس الشيء، هذا رقم العداد للكهرباء لا علينا، هذا الرقم الجديد القيمة التي سجلها عداد الغاز، هذا الرقم القديم، نطرح القديم من الجديد نجد الفرق. هنا ننتبه، الفرق في الأول بالنسبة للكهرباء معامله 1، يعني هذا القيمة 488 ضربت في 1 فبقيت 488. هنا في السطر الثاني بالنسبة للغاز المعامل للكهرباء للغاز ليس 1، بل يتعلق ارتفاع المناطق عن سطح البحر، يعني كل منطقة ولها معامل، هناك من له 8 فاصل، هناك من له 9 إلى آخره. إذن هنا نضرب هذه القيمة اللي هي الفرق بين القديم والجديد، الجديد للعداد مطروح منه القديم للعداد، نجد هذا الفرق يعني 301 مضروبة في 886، نحصل على هذا الرقم، بمعنى ها هو الاستهلاك الطاقوي للغاز خلال هذا الثلاثي. يعني أنت في هذا الثلاثي ها هي القيمة التي استهلكتها ويجب أن تدفع مقابلها. إذن نشرح هنا، قال ماذا يمثل الفرق بين الرقمين القديم والجديد المسجلين؟
الرقم الأول يمثل قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال الثلاثي، والرقم الثاني يمثل قيمة الغاز المستهلك خلال الثلاثي. السؤال الثاني يقول: ما هي الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية المستهلكة؟ هنا ستجد وحدة الطاقة مكتوبة في العداد ومكتوبة في الوثيقة، يعني في الفاتورة، هنا مكتوبة بالكيلووات ساعي، بالكيلووات ساعي، الطاقة المحولة بالكيلووات ساعي. على ماذا يدل، معذرة، على ماذا يدل PMD يساوي 6 كيلووات؟ هنا في فاتورتنا نجد PMD تساوي 12، يعني هذه تختلف من شخص لآخر ومن زبون لآخر، يعني حسب الوسائل أو المعدات المركبة في جهة في شبكته. يعني هناك عدادات ذات استطاعة قدرها 12 كيلووات، وهناك عدادات ذات استطاعة قدرها 6 واط. إذن فهنا هو يقول هذا الـ PMD التي دلالتها تساوي 6 كيلووات على ماذا يدل؟ إذن فهذا عندما نترجم هذه الكتابة PMD فهي الاستهلاك المتوسط للطاقة المتاح، أو الاستهلاك المتاح ل، نعم، إذن الاستطاعة المتوسطة المتاحة. بمعنى ماذا تعني الاستطاعة المتوسطة المتاحة؟ يعني هذا الشخص الذي وجد في عداده أو في فاتورته أو في معطياته هذه القيمة، معناه لا يستطيع في آن واحد أن يشغل عدد من الأجهزة تفوق مجموع استطاعتها هذا المقدار. يعني هذه هي الاستطاعة المتوسطة المتاحة لك، لا تستطيع أن تتجاوزها، وهذا هو المعبر عنه بالاستطاعة المتوسطة المتاحة أو المتوفرة. نفس الشيء بالنسبة للغاز، على ماذا يدل DMD الذي قيمته 5 متر مكعب ساعي؟ أو إذن فهنا هذا غير مكتوبة هنا في الفاتورة، هذا الخمسة DMD كذلك هي التدفق المتوسط المتاح، التدفق المتوسط المتاح بالنسبة للغاز. بمعنى لا تستطيع أن تشغل عددا من الأجهزة بحيث تفوق قيمتها هذا المقدار في آن واحد، يعني في ساعة لا تستطيع أن تتجاوز 5 متر مكعب. إذن ماذا تمثل العبارة 54 آم إلكتريسيتي؟ إذن فنعود هنا إلى الفاتورة، هاي مكتوبة هنا إلكتريسيتي 54 آم، يعني هذا رمز خاص بالاستهلاك المنزلي للكهرباء أو استهلاك الكهرباء المنزلي. ونفس الشيء بالنسبة للقيمة التي بعدها، ماذا تمثل العبارة غاز 23 آم؟ فكذلك هذه هذا رمز خاص، هاي هنا غاز 23 آم، بمعنى أن هذا الغاز هو للاستهلاك المنزلي وليس للاستهلاك المؤسساتي أو الاستهلاك الصناعي أو التجاري، يعني لكل نوع من الاستهلاك له ترميز خاص. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، وفي الحلقة الموالية بإذن الله سنتطرق إلى أشطر، يعني كيف ندفع ثمن الفاتورة وحساباتها وسعر الوحدة في كل شطر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.